حييكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم بتتابعوا الحلقة عنا عبر الام تي في. انا بسرني كثير اليوم اني استضيف رئيس دائرة العمل في وزارة العمل اكيد في جبل لبنان الجنوبي الدكتور إيمان خزعل. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. يعطيك العافية. طبعا لما بنحكي عمل يعني كرامة الإنسان، وبالوقت ذاته بعرف أنه بهالأيام كتير ما عم بيعرف يعني عم يخلط بين قضية من يحق له العمل في لبنان ومن لا يحق له، لأنه دايما القانون واضح وصريح ويمكن الناس ما كانت متعودة على تطبيق القوانين. فاليوم دايما وزارة العمل عم بتأكد أنه لا تراجع عن تطبيق القانون، وخطة تنظيم اليد العاملة منا موجهة ضد أحد، إنما هي حسب وتحت دائما القانون. صحيح. أهلا وسهلا فيك. يعطيك ألف عافية وميرسي لهالمداخلة، لأنك وفرت علي توطئة كتير طويلة ممكن تكون. نعم. لأنه كتير انطرح الموضوع، ليش هلأ وليش أنتو ولوين وكيف. أنا اللي بس بدي إياه يتوضح أنه نحن من صلب مهامنا كوزارة عمل أنه نعمل تنظيم للعمالة الأجنبية. نعم. وتنظيم العمالة الأجنبية طبعا يستهدف من ضمن ما يستهدف شغلتين أساسيتين. أول شيء حماية اليد العامل اللبنانية من المنافسة الأجنبية، وثانيا حماية اليد العامل الأجنبية ذاتها من أي استغلال ينتج عن وجودها بصورة غير شرعية. لأنه شرعنة العمل لأي حدا، أول شيء نحن ننطلق من القانون. القانون بنص أنه يمنع على أي شخص أنه يعمل على الأراضي اللبنانية إذا كان غير لبناني بدون الحصول على إجازة عمل، واللي هي إذا بدنا نحكيها بالعربي الدارج هو السماح من وزارة العمل، وهي صاحبة الملف الأساسي اللي بيتعلق بتنظيم عمل الأجانب أنه يستحصل على هذه الرخصة. لما الوزارة بتكون عمالة بتمنح أو تحجب هذه الرخصة، بتكون عمالة بتراعي هالأولويتين اللي قلناهم، حماية العمالة الأجنبية من الاستغلال وشرعنة وضعها، وحماية اليد العاملة اللبنانية من المنافسة. وخصوصا أنه القانون اللبناني بيحدد يعني أي عمل ممكن الأجنبي انه يمارسوا في لبنان 100% انطلاقا من الغايه انه نحن ما بنعطي اجازات عمل لمهن قد يقوم بها اللبناني. نحن كل سنه بحسب مرسوم تنظيم عمل الاجانب، كل سنه الوزير بيصدر لائحه بالمهن التي تحصر باللبنانيين، التي لا يجوز اعطاء اجازات عمل فيها لاي عامل غير اجنبي. يعني فيما بين اصحاب العمل وما بين الاجره ممكن يعدوا ما بين ال 70 و 75 مهنه بحسب كل سنه كيف بتتطور، لانه هاي القرارات بتتاخذ بعد الاخذ راي منظمات اصحاب العمل واخذ راي النقابات العماليه، الاتحاد. نعم. العمالي. نحن بنعرف انه من بعد يعني لما صارت الازمه بسوريا وصار في عنا لاجئين وفي نزوح، يمكن تغير الوضع كمان أكثر، لأنه كان عندها يد عاملة سورية ولكن كانت محصورة بالبناء والزراعة. نعم. وبفتكر بعدها لهلا بالبناء والزراعة ما بدها رخصة، لأنه حكما بفتكر بدها يمكن حدا كفيل ولا شيء. يا ريت بتتوضح دكتور. خلينا إيمان. نوضحها، خلينا ننطلق من المبدأ الأساسي. نعم. إنه ممنوع حدا يشتغل في لبنان بدون إجازة عمل، شو ما كانت كمبدأ. شو ما كانت المهنة. نعم. الاستثناء الوحيد هلا صدر بقانون للمولودين من أم لبنانية. نعم. وحاصلين على إقامة مجاملة، كل ما عدا بحاجة لإجازة عمل، سواء عامل بناء، عامل زراعي، عامل بشركة، عامل بمصنع، عامل بمطعم، كله بده إجازة عمل. اختلطت على الناس المفاهيم نتيجة الإقامات المؤقتة اللي كانوا ياخدوها من قبل الأمن العام على كفالة أشخاص معينين تعهد عمل. صحيح. أو ما يسمى بتعهد العمل. كتير منيح الحملة، انعمل حملة وقت اللي صدرت، تم الإعلان عن الخطة وانعمل حملة إعلامية لتوجيه الناس وإعلامهم، وإن كان بالمبدأ أنه هيدا قانون واضح للجميع. توضح أنه لا، استحصالك على الإقامة من الأمن العام لا يعني أنه أنت فيك تشتغل. الإقامة حدودها إقامة، ولكن الإجازة العمل حدودها أنا بسمح لك تشتغل أو ما أو ما بسمح لك تشتغل. يا ريت دكتور هيك كمان منميز بين الكفالة، يعني وين لازم يكون في كفيل وين ما لازم يكون في كفيل. لكن بالمبدأ نحن نعتمد نظام صاحب العمل. يعني المفروض يكون كل واحد عنده صاحب عمل محدد، ألا إذا كان هو بحد ذاته صاحب عمل. أوكي. نعم. هلأ
نظام صاحب العمل، انت عماله بخلينا فرصه لنعلن علن انه نحن باتجاه ننظم ما يسمى بالعمل الموسمي. هلا التنظيم الحالي بيشتغل على اساس العمل السنوي. هلا في بعض الاعمال والمهن لا بدها بس موسمي، يعني ساعتها بيقول صاحب العمل انا ليه بدي اروح ادفع كل هالاكلاف من رسوم وعقود وما شابه وهو عمله 3 اشهر. نحن هلا بصدد، لانه انا الناس اللي مش عارفتها، يمكن الناس الشيء اللي مش عارفته انه نحن بورشي مثل خليه النحل. الشغل على كل المستويات، الشغل على مستوى اعاده النظر بالنصوص الموجوده، سد الثغرات الموجوده بالنصوص، و تطبيق القانون الحالي، واللي هو نحن بصدده بهذه الخطة. هلأ لوين نقدر نوصل أنه نحقق هالتعديل بالقريب العاجل بالنسبة للعمال الموسميين؟ منكون حققنا الهدفين. هدف أنه بعض الأعمال ما بتستوجب العمل لمدار السنة، مثل بعض العمال البناء وبعض عمال الزراعيين، والعمل على المرتبط بصاحب عمل. بس الكل بده يكون عنده صاحب عمل واضح ومحدد. هلا طبعا لانه اليوم الاجازه صارت عم بتكلف 1500 دولار، شوفوها في اجازه، يعني انا في سوريين قالوا لي نحن كيف بدنا ندفع 1500 دولار اذا نشتغل في لبنان؟ شو قضيتها؟ انا بتشكرك كثير لانك طرحتي هيدا الموضوع. لانه الناس بلشت تلعب ببعضها، وانا بتمنى على كل المعنيين، بواب الوزاره مفتوحه ونحن حاطين على الحيطان كل الخطوات اللي ممكن تنعمل لحتى ما حدا يتعرض لاي ابتزاز من الخارج، وكل موظفين الوزاره فاتحين دراعاتهم ليساعدوا كل الناس. 1500 دولار خلينا نجي اذا بدنا نفقطها مثل ما بيقولوا. انا الاجازه للسوري، اذا جبتي سيره السوري انت بالتحديد، اول شيء رسم العامل السوري هو 25% من الرسم، يعني اذا كان عامل عادي بالفئه الثالثه بيدفع 120,000 سنويا. ماشي؟ انا عندي عقد عمل، كلفه عقد العمل. وعندي الضمان الاجتماعي والتامين، هل هولي بصيروا 1500 دولار؟ ففي مكان ما نحن عمالي بتوصلنا هالاصداء، ونحن بنتمنى يحددوا لنا شخص محدد عمالي بيقول هيدا الكلام، لانه وكانه في عمليه ما لابتزاز اشخاص معينين، مع انه اذا راحوا مش حيروح غير صاحب العمل. صحيح. وصاحب العلاقه مباشره على الوزاره، بس هيدا التشويش اللي عماله بيصير مش لمصلحه حدا. نعم. والكلفه هي هي ما بين الضمان والرسم، وبتروحوا على الامن العام بتدفعوا اساسا اللي كنتوا اساسا بتدفعوه، بس بصير على اقامه سنويه مش على اقامه مؤقته. بالنسبه للفلسطينيين بعرف صار في احتجاجات وتحركات بناء لمعلومات يمكن خاطئه استهدفتهم وما كانوا عارفين، وبعرف انه عم تتعالج بين المعنيين يعني المسؤولين وبين الوزاره. حتى نرجع نقول للاخوه الفلسطينيين في لبنان، لانه في بعض الاعمال مجازه لهم اكثر من غيرهم. لكن انطلاقا من الوضع المتميز للفلسطيني، حصل من الوزارة على معاملة إيجابية متميزة. نعم. أنا اللي بدي وضحه بالفعل مستغرب اللي عمالي بيصير. نعم. بداية الخطة لم تستهدف ولم تستثني أحد. نحن دولة بحق لنا، وما في جدل بهيدا الموضوع، نحن عم ننظم ملف تعقد لدرجة أنه على قد ما كبر صار معقد ما قادرين نصير منين منا نبدأ. نعم. لما أنا حطيت الخطة ما ميزت بين جنسية وجنسية. بس أنا بدي أوضح للإخوان اللاجئين الفلسطينيين بالتحديد شو موقف الوزارة من عملهم. نعم. أول بداية التنظيم انطلقت من وزارة العمل بال 2006 لما نحن استثنينا الفلسطيني لانه هو مقيم، وبخلاف باقي العمال الاجانب هو مقيم، وبالتالي انا لما بدي اجي احتسب اليد العامله في السوق اللبناني انا بحتسبهم منهم لانه هن مقيمين وعمال بيشتغلوا وعم يصرفوا وحياتهم موجوده هون، ما فيي انا عاملهم مثل المعامله الاجنبي اللي بيأدي بنفذ العقد وبيرجع بيطلع والمال بيطلع لبرا، فاذا هن بيعتبروا من العديد لما انا بدي اعمل اي احصاء بسوق العمل اللبناني. انطلاقا من هالوضع المتميز كان عندنا نحن اتجاهات لتمييزه على المستوى النظامي. فكان معنا انه نحن استثنيناه من المهن المحصوره باللبنانيين اللي بتطلع
سنويا عن الوزير، بقى في عندهم إشكالية بالمهن المنظمة بالقانون، وهيدي بدها قانون، يعني مطرح ما كان الشغلات اللي بدها قرار نحن نظمناها، اللي بدها قانون صار شغل تاني، شغل مجلس النواب، وهيدا نحن أساسا بعنا جزء من حوار طويل عريض بشأنه. بال 2010 صدر قانون، قانونين 128 و129 كانوا بغاية الأهمية، وكان لازم نستكمل الشغل لحتى تتكلل بمنظومة متكاملة، وبعدنا فيها على كل الأحوال. في قانون بيقول أنه رسوم إجازة العمل بدل ما كانت 25% من الرسم للفلسطيني، كل الأجرة بيصير صفر، يعني مجانا باستثناء أصحاب العمل. أصحاب العمل بعدهم 25%. النص الثاني أنه أنت يا الأجير الفلسطيني بحق له ياخذ تعويض نهايه الخدمه، بالمقابل كان سابقا ما بيقدر يستلم تعويض نهايه الخدمه. فانا لما اعطي توجيهات للمفتشين انه ضروري انتم تضغطوا كرمال الفلسطيني ياخذ اجازه عمل، الهدف منه خدمه كمان الفلسطيني، كمان مش تعامل كمان بالضبط، لانه من 2010 لهلا مين عم يستفيد من تعويض نهايه الخدمه؟ مش حيستفيد منها طالما ما معوش اجازه عمل. صحيح. انا لما بضغط بهذا الاطار انه لا انا الفلسطيني صار بحق لي روح اخذ تعويض نهايه الخدمه، وما يكون مثلي مثل باقي الأجانب، البعض الأجانب اللي ما بيستفيدوا من هذا التعويض، حقه ياخد اشتغل كل هالفترة، حقه ياخد هذا التعويض. فالموضوع ما كان يعني أخذ على غير النوايا اللي كانت مقصودة. أول شيء نحن ما كنا عم نميز، وتاني شيء بالعكس أنتوا إذا نظمتوا وضعكم بتصيروا بمأمن، والأجير الفلسطيني بيصير بعيد عن الاستغلال، ويستغلوا هلأ وقت إنه الوزير الحالي عم يشغل ضمن خطة ممنهجية وقانونية، مش بقرارات اعتباطية عمالة بتطلع. أكيد. نحن عنا فاصل ومنتابع معك دكتور إيمان. منتابع مع الدكتور إيمان خزعال. اليوم موضوع حلقتنا هي طبعا العمالة الأجنبية. دكتور إيمان، يعني هذه الخطة مستمرة، وبالتالي صار في يمكن ناس مخالفين عطاهم إنذارات، ناس في كان في ضبوطة، لأي متى مستمرين وفي مهل انتهت؟ خبرينا شوي أكثر النتائج لحد هلأ وكيف مستمرين. في بلديات عم بتساعدكم كمان على طريقتها. مزبوط. نحن بالبداية هيدي الحملة فيها مؤازرة من أكثر من جهة. نعم. وكان الغاية أنه يكون في مؤازرة من أكثر من جهة، سواء مؤسسات معنية، مؤسسات يعني من القطاع العام معنية، أو من البلديات. فنحن في عنا من قوى الأمن الداخلي، من البلديات، نحن نزلنا مع الضمان، وممكن بعد ننزل مع وزارة الاقتصاد. الموضوع كله بصب بنفس الغاية، اللي هو تنظيم هذا الملف اللي كبر لدرجة ما بقى فيك تغض النظر. خصوصا انه شكاوى كثير على مجالس العمل. 100% اعطى مهله الوزير، اعطى مهله الوزير لحتى الناس تبلش تحضر نفسها. ما كان الغاية إذا أبدا، الغاية الوحيدة تنظيم العمالة وحماية اليد العاملة من المنافسة. أي شخص بده يجي يقدم معاملة إذا مستوفي الشروط، وجزء من هذه الشروط أنه يكون في نسبة محددة من اللبنانيين مقابل كل عامل أجنبي. للأسف مش مقدرنا غير نعمل هيدا مع أنه في كتير معايير، بس بهيدا الوقت الحالي ما بنقدر ناخذ غير هيدا المعايير. هلأ بعد الخطة مستمرة على الأرض؟ بعد على الأرض. في مهلة يعني تمددت المهل؟ لا، ولا ما في أي تمديد المهل، بس بدي أوضح نقطة. نعم. أنه صحيح إن أعطيت المهل، نحن قلنا خلال هالمهلة نحن مش هننزل على الأرض نضبط مخالفة. نعم. خلال هالمهلة تفضلوا سووا الوضع. نحن وعلى الأرض لما بلشت خلص خلصت المهلة وبلشنا على الأرض، استحقوا. أنت ونصيبك نزلت ولقيتك مش عامل إجازة عمل، أنا مش هعمل غير أني أفرض محضر ضبط. نعم. هلأ نحن في التوجيهات انه اللي في عنده بلش يظبط اوراقه، لانه نحن مش قصدنا الايذاء. نحن عمال بنعطي انذار، وخلال هالفتره عم نعطي الانذار المعقول والمنطقي لحتى لتمم المعاملات اللي انت لازم تعملها. نعم. بدي ادخل شوي معك بالمكاتب اللي بتستقدم عمال وعاملات من كافه، يعني من اثيوبيا، من اريتريا، من اليوم بيجوا بيروحوا عند الناس اللي بيدفعوا شوي، بيهربوا، بيتصلوا فيه من المكتب للناس انه
بدنا باسبورهم تتسفروا، من بعد ما بيكونوا دفعوا وهربوا مش عارفين وينهم، مع العلم انه تجمعاتهم معروف وعم يشتغلوا على طريقتهم الخاصه. اليوم مع الامن العام في تنسيق لضبطه، لانه اللبناني عم يحترم العقد ولكن هو عم بيكون ضحيه كمان، بغض النظر عن التعنيف اللي عم بيصير وهيدا عم ينحكى فيه، ولكن من جهه ثانيه عقد العمل اللبناني مريت عم يدفع. أنا بعرف ست يعني صار دافعة 8000 دولار على 3 أثيوبيات وما عندها ولا وحدة منهم، وآخر شيء المكتب قال لاقيني على الطريق تسلمك عاملة، أول شيء لا بتليق بالمكتب ولا بالست ولا بالعاملة إنه نسلمها على الطريق. في مجال نبدأ من آخر؟ تفضلي. الست خليها تتوجه لوزارة العمل، ما هي المشكلة أحياناً إنه نحن ما بنعرف وين بقدر حصل حقي. نعم. في نص بيقول أنا إذا جبت عامل وخلال فترة معينة فسخت العقد وراحت من تلقائها، هن بيسموها هروب. ما في نحن ما بالقانون فسخ عقد لأنه بليل وضحاب راحت ماشي. في بهاي الفترة في نحن منظمينها أنه أنت يا مكتب ملزم ترجع تجيب لها بدون أي كلفة إضافية، وفي حال تم استهلاك العقد بينشغل على القاعدة الثلاثية لرد الفترة فقط اللي انشغل فيها. نعم. بموضوع العمالة ليكي قديش ممكن يكون في ملفات شائكة؟ نعم. ملف العمالة بالخدمة المنزلية وتنظيم وسطاء الاستقدام اللي هن مكاتب الاستقدام. نعم. من أكثر الملفات تعقيدا، لأنه أطرافه متباعدين غير قابلين للتحاور بشكل مباشر. نعم. منتكل على مكتب اللي هو عمال بيعمل هيدا التفاوض. لا، في مكاتب يمكن مش شرعي وما هم عارفين بيبقوا أو لا. كل لأقلك شغلة، اللي مش شرعي نحن عم نتقبل على الخط الساخن أو بشكوى مباشرة. الدائرة أو من الخط الساخن 1470 وحتى مباشرة فيهم يتوجهوا على الوزارة ويقولوا أنا تعرضت لهيدي العملية الاحتيال. في كتير مكاتب غير شرعية، وفي كتير نحن بنعمل كتب بناء على تحقيقات عمالة بتصير عمليات نصب واحتيال، منكلف الأمن العام إنه يروح يقفل هذا اللوكال اللي هو عمالي بيتمارس منه عمليات النصب والاحتيال. نحن على الحرح نحطها على الشاشة 1470 لشكاوى وزارة العمل، يعني نعم. كل ما يتعلق بالعمل. زائد إنه هلأ بقولوا إنه عم تعطي دور للوزارة، لا، نحن عن جد بورشة عمل متكاملة. موضوع تنظيم عمل الأجانب فيما يتعلق بالعاملات بالخدمة المنزلية والاستقدام على نار حامية وعم ينشغل فيه، بس نحن في إعادة نظر بالعقد في حال يعني هو مش إعادة نظر بالعقد، على قد ما نحن في عمالة من واجه عوائق بالاتفاقيات مع الدول الأخرى. نحن مثلا أثيوبيا عاملة في كذا دولة عاملة حظر، شو ما نظمتي بوجود هذا الحظر مش حتوصلي لنتيجة. فلما بينعمل هاي الاتفاقية وتقريبا عمالة بنشغل إنه ينعمل شيء موحد شبه موحد بين الدول، وهلا اثيوبيا على المفروض اخذنا الابروفل من مجلس الوزراء وكلفوا الوزير ابو سليمان ليوقع على الاتفاقيه، بس المشكله خلقت عندهم بمحاوله الانقلاب اللي صارت. نعم. وماشي. نعم. بس اي حدا عنده شكوى شو ما كانت بخصوص ملف العاملات بالخدمه المنزليه، بالعكس نحن في تنسيق بيننا، في لجنه مشتركه بينه وبين الامن العام، نحن عم نستقبل شكاوى، عم يتوقف مكاتب، عم تلتغى رخص مكاتب في حال ثبتت أي مخالفة. نحن كنا عم نتابع الموازنة وكان عم ينحكى الموازنة أنه اللي رفع الأجر. نعم. رفع الرسم، هل ثبتت ولا بانتظار مجلس النواب؟ هلا نحن مبدئيا بالمشروع قطعت، بس بدنا لحتى تصدر الموازنة. عمليا فينا نقول أنه دوبلة الرسوم باستثناء العاملة بالخدمة المنزلية زادت من 240 صارت 300 ألف، بس الباقي ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2. اليوم شو توجيهاتكم وزارة عمل لا أرباب العمل يلي عم يصرفوا اللبنانيين وعم يستخدموا خجانب بيناتهم؟ بعرف مجالس العمل التحكيمية قد ما تجتمع، إذا اجتمعت كل يوم ممكن ما راح تلحق قد ما في شكاوى صرف تعسفي وغيره. اليوم لمين بتتوجه كوزارة عمل مدام هالورشة قائمة لحفاظ حق الجميع؟ خلينا نقول لك شغلة، خلينا نبدأ من مصلحة أصحاب العمل. نعم. صاحب العمل يمكن يخالف القانون لفترات كتير طويلة، بس اليوم اللي بتنكشف المخالفة حدفعه ثمن كل الوقت اللي مرق. هو بيكون سعيد انه قطع وانا عم خالف، بس كل المخالفات الى في ريترو اكتيف عليها. هاي نقطة. نعم. فمصلحته ما يخالف. الشغلة الثانية انه انا لازم بقى يكون عندنا
سوري يمكن بدنا نختار شوية عبارة شوية وطنية أكثر. أنا رح أقولها انت عنك انت اللي قلتي لأنه هيدي بحسها أنا نحن كمان. شعارنا بحملة بالحملة شو هي؟ ما بيحرك شغلك غير ابن بلدك، ابن بلد. لأنه بحس باقتصادية بسيطة توصل إلى هالنتيجة. أنت مين بيشتري من محلك غير ابن بلدك؟ وبالتالي المال اللي عمالي بياخده الأجير عمالي بيرجع بيشغله بهيدا البلد، والدورة الاقتصادية عمالي بتدور. هذا إذا أنا ما تدخلت كوزارة، نحن عم نحكي بالمصلحة. هلأ نحن أي شكوى، نحن سابقا وبعدنا هلأ، بس اللي زادها هي حماوة الخطة. أي شكوى بتيجي بتقول أنا صرفت لأنه تم إدخال واحد أجنبي، هيدا مش بس إنذار، هيدا حتى يمكن المخالفات اللي ممكن يكون أنا في مكان ما أكون مرني بأنه يوجه إنذار أو أعطيه مهل أو ما شابه، هاي مباشرة نحن حنكون حناخد الأقصى اللي ماكسيموم بالعقوبات. يعني ما بقى القصة حتكون فيلتي، ونحن عم نستقبل شكاوى. البعض هلأ معتبر أنه نحن ما حركناها، يمكن العدد القليل اللي قلنا هو اللي ما عم بخلينا نحقق كل أمانينا بهيدي الخطة، ولكن هيدا العدد القليل مع استمرار الخطة وعدم وقوفها بأي نقطة حتخلينا نحقق كل الغايات اللي وكل الشكاوى حتتعالج. على حال وزارة العمل نشرت على كل حال نتائج الحملة على الأرض يلي صارت، نشرتها وكانت أمام الرأي العام، وحتى يعني معالي الوزير أصدر بيان كمان بموضوع الفلسطينيين حتى اللي حضرتك سبق وقلتي وجهتي. يعني علينا اليوم أن نقول لكل لبناني أنت تحت القانون قبل غيرك 100%. وبالوقت زي أي أجنبي موجود إن كان لاجئ أو نازح أو أجنبي يعمل على الأراضي اللبنية مفروض يكون تحت القانون، لأنه في بلد بده يمشي قانونه أو تطبيق القانون بيوفر عليه، بيوفر كتير لأنه مريت بيخدم العامل 100%. كمان خلينا ناخد الشغل الإيجابية لا 100%. كمان لأنه أنا العامل اللي مش شرعي بإقامته بإجازته عمالي بيتعرض لابتزاز، عم يتعرض لابتزاز من صاحب العمل قبل غيره. نعم. ورح انه اكيد يعني كل من اليوم عم بيواجه مشكله ابواب الوزاره مفتوحه 100%. ان كان بالمناطق اليوم الحلو انه صار عندكم مكاتب بالمناطق كمان، يعني هاي بتوفر كثير على الحضور على الوزاره يعني مباشره. مكاتبنا طول عمرها مفتوحه بالمناطق، بس المشكله انه الناس يمكن ما بتعرف. ومثل صحيح. هيك برامج حضرتك عم تعمليها بتفتح يعني طاقه امل انه الواحد يعرف كيف بده يتعاطى. يعني خلينا نعرف القطاع العام للناس، ندق بابه بكل جرأة ونسأل ونتعرض لابتزاز الآخر 100%. أنا بدي أشكر حضورك معنا اليوم دكتور إيمان أنا خزال. أنا اللي كان سعيدة جدا، وأنا بتمنى اليوم اللبنانيين يلي عم بيتابعونا بلبنان وبالخارج يكونوا أخذوا فكرة صحيحة إذا بدك عن وزارة العمل، عن العمل اللي عم بتقوم فيه، وبالوقت ذاته عن القانون اللبناني يلي مفروض كلنا نكون تحت القانون. لأنه بعرف اللبناني بيشتغل كتير ببلدان إن كانت مجاورة أو إقليمية أو بالخارج، ونحن دايما تحت القانون. فلا ببلدنا ما بدنا نطبق القانون، نحن مش ضد حدا يشتغل ولكن وفقا للشروط والتحت 100%. القانون 100%. أهلا وسهلا فيك طبعا. مشاهدينا بدنا نرجع نلتقى فيكم مع الحل عنا MTV. إلى اللقاء.